نشرتها السادسة من قناة كاب 24 تي في، هذه أبرز عناوينها. شلل يهدد حركة الملاحة الجوية بعد الإعلان عن إضراب وطني لمدة 3 أيام. رئيسة وزراء بريطانيا تجتمع بحكومتها والسبب ضربة وشيكة لسوريا. ومرور صعب لبايرن ميونخ وريال مدريد إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدرت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات بياناً تدعو فيه جميع الفئات الشغيلة من مراقبين جويين وإطفائيين وتقنية المطارات ومختلف أطر ومستخدمي المكتب للمشاركة في خوض إضراب إنذاري لمدة 3 أيام ابتداء من 26 أبريل الحالي قابلة للتمديد. وأضافت النقابة إلى أنها ستقود احتجاجات خلال شهر أبريل ضد ما أسمته بسياسة التماطل والتهرب المتبعة من إدارة المكتب، كما ستنظم يوم الثلاثاء المقبل مسيرة احتجاجية بالسيارات انطلاقا من محطة الأداء بطريق السيار قرب مطار محمد الخامس في اتجاه المكتب الوطني للمطارات. وأوضح بيان النقابة إلى أن الإدارة تتهرب من الحوار الجادي والمسؤول ولم تستجب للملف المطلبي لسنة 2018 والذي يضم مطالب من بينها الزيادة في الأجور وتسوية المشاكل العالقة والمزمنة مثل تسوية وضعية المستخدمين الموسميين السابقين وتعميم منحة النقل وتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع بعض الفئات. في خبر آخر، أفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلا أن هذا الأخير أصدر أوامر بتعيين مستشارين مقررين مكلفين بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، إضافة إلى معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدينة. وأضاف المصدر إلى أن هذا القرار جاء طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدونة المحاكم المالية في أفق استكمال باقي الإجراءات المصدرية الأخرى المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من المدونة. وأوضح البلاغ إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال شهر مارس 2018 بتقارير أحيلت عليها من طرف غرفة التدقيق والبث في الحسابات بالمجلس بناء على نتائج مداولات نفس الغرفة بشأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية من 2006 إلى 2013. وبناء على هذه التحقيقات يشير المجلس إلى أنه قام برفع القضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر 12 قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب. بفاس لقي شخص مصرعه أمس الأربعاء إثر انهيار جزء من السور المحيط بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية. وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق برجل مسن ذي 85 عاما كان جالسا أثناء وقوع الحادث بأحد المقاعد المحادية للسور، ويحتمل أن يكون هذا الانهيار ناجما عن تأثر السور بالأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المدينة خلال 24 ساعة الماضية. وحسب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس فإن فريقا من المهندسين توجهوا إلى عين المكان للوقوف على حالة السور المحيط بمستشفى ابن الحسن على أن يتكلف مكتب دراسات بالاطلاع على الحالة العامة لبناية المستشفى ككل. تمكنت الشرطة البحرية بمدينة سبتة المحتلة أمس الأربعاء من إنقاذ 10 مهاجرين من ضمنهم رضيع لم يتجاوز عمره 6 أشهر كانوا مبحرين على متن قارب مطاطي من منطقة بليونج كانوا على وشك الغرق بسبب هيجان البحر وقوة الرياح. هذا ويشهد مضيق جبل طارق محاولات عديدة للعبور إلى الضفة الأخرى من قبل المهاجرين غير الشرعيين خاصة خلال الأسبوع الماضي، وكان قد لقي 15 مهاجرا سريا مصرعهم في الآونة الأخيرة بسبب قواربهم المطاطية، فيما تمكنت البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية من إنقاذ العشرات.
نظمت الجمعية الوطنية لحملة شهادات المعطلين بالمغرب فرع الناظور وقفة أمام مقر الجامعة الحضرية للمدينة احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي يتعرضون لها من قبل مسؤولي المدينة على حد تصريح رئيس الجمعية. تقرير في الموضوع من الناظور مع محمد زريوح. الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المغرب هذا الشكل تاع اليوم اللي كيجي كرد على سياسة تسويف ومماطلة على المسؤولين اللا مسؤولين في هذه المدينة اللي ما بغاوش يتحملوا المسؤولية أمام أبناء الشعب في إيجاد الحلول لمعضلة البطالة بصفة عامة وجميع المشاكل مترتبة بأبناء الشعب. المسؤولين اللي أعطوا مجموعة من الوعود الكاذبة الفارغة اللي اليوم كيتملصوا منا وكيتهربوا منا، وهذا الشكل كيجي كرد على هذه السياسة كرد على هذا الأذان الصماء. دوليا قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أنها قررت دعوة الوزراء إلى لندن لمناقشة الرد على الأحداث التي شهدتها سوريا في إشارة إلى الهجوم الكيماوي من طرف نظام بشار الأسد على مدينة دوما. ماي تحدثت عن المسؤولية الجسيمة للنظام السوري فيما يجري من أحداث على الأرض وأنها ستعمل رفقة حلفائها على ضمان الرد الكافي لمحاسبة المسؤولين في سوريا. ومن جانبه قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين أن البرلمان يجب أن تكون له كلمة في أي عمل عسكري ضد بشار الأسد. تحركات الوزيرة البريطانية تأتي بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل بشار الأسد وحلفائه الروس مسؤولية الهجوم الكيماوي الذي أدى إلى مقتل العشرات من الضحايا وأنه يسعى إلى تأديب عسكري قريب في حق النظام السوري. رياضيا قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا إجراء مباراة اتحاد طنجة ضد الفتح الرباطي برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية على أرضية ملعب ابن بطوطة. وكشف بلاغ للجامعة حول تعيينات الحكام خلال الجولة 25 من البطولة على أن الحكم كريم صبري سيدير القمة المرتقبة بين فارس البغاز وأبناء الرجراجي والتي ستلعب بملعب ابن بطوطة على الساعة 8 مساء. جدير بالذكر أن اتحاد طنجة كان سيضطر لإجراء مباراته ضد الفتح يوم الأحد القادم بالملعب البلدي للعرائش بعد أن قررت الجامعة إغلاق ملعب طنجة الكبير من أجل القيام ببعض الإصلاحات على مستوى الكراسي ومستودعات الملابس لاستقبال لجنة من الاتحاد الدولي للإطلاع على المرافق الرياضية التي يتوفر عليها المغرب لاحتضان كأس العالم لسنة 2026. رياضيا دائما وفي مباراة مجنونة لم تبح بأسرارها إلا في دقائقها الأخيرة وفي غياب القائد سيرجيو راموس بسبب جمعه للبطائق الصفراء خطف ريال مدريد بطاقة العبور للمربع الذهبي لأغلى الكؤوس الأوروبية بركلة جزاء في آخر أنفاس المقابلة مخالفة وراءها ضجة في وسائل الإعلام والصحف العالمية حول مدى مشروعيتها. وتمكن ريال مدريد من المرور لدور النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا رغم خسارته بثلاثة أهداف أمام سيد الأندية الإيطالية جوفنتوس. وبالعودة لتفاصيل المباراة والتي شهدت اندفاعا وثرامة تكتيكية عالية من رجال أليغري، تمكن دولي الكرواتي مانزوكيتش من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الثانية قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني للسيدة العجوز بضربة رأسية مركزة في الدقيقة 37. وبهفوة قاتلة من كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد خطف دولي الفرنسي ماتويدي الهدف الثالث معادلا نتيجة المباراتين. وبينما المباراة متجهة للأشواط الإضافية تمكن لوكاس فاسكيز من الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلته من الدولي المغربي المهدي بن عطية. ركلة جزاء وهدف من نجم الفريق رونالدو كانتا كافيتين لوصول النادي الملكي لمربع الكبار. هذا وأكمل باير ميونخ عقد المتأهلين للمربع الذهبي رغم تعادله السلبي بملعبه لأليانز أرينا أمام إشبيلية في مباراة شهدت تضييع عديد الفرص من رفاق الهولندي أريان روبن.
نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني cap24.tv. إلى اللقاء.